يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ ببساطة جدا اي شيء ممكن يكون بديل للانسان نقول عليه ذكاء اصطناعي. يعني الكمبيوتر اللي موجود عندك مثلا في البيت ده يعتبر ذكاء اصطناعي. بصمة الانصراف والحضور اللي كل يوم بتضغط عليها في الشركة هي تعتبر ذكاء اصطناعي. الآلة الحاسبة نفسها تعتبر ذكاء اصطناعي او AI، لان هي بتقوم بدور كان ممكن انسان يعمله. وكلمة AI هي اختصار لـ Artificial Intelligence او بالعربي الذكاء الاصطناعي، واللي زي ما قلنا هو اي شيء بيكون بديل للانسان هو عبارة عن تطبيق او آلية او برمجة معينة بتقوم بشيء كان ممكن الانسان يقوم بيه، بنقول عليه ذكاء اصطناعي. والذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر والروبوتس. ومصطلح AI هو مش حاجة جديدة، ده موجود من عام 1956 عن طريق عالم الكمبيوتر جون ماكارثي، لكن التطوير اللي كان موجود فيه او خلال الوقت ده كان تطوير بطيء بسبب ان الديتا او المعلومات والبيانات اللازمة كانت قليلة لحد ما. بعكس دلوقتي في عصر الانترنت متوفر على شبكة الانترنت حوالي اكتر من 45 تريليون جيجا من المعلومات والبيانات. ودلوقتي تعالوا نتعرف على مجالات استخدام الاي اي او الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي موجود في مواقع السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، وده عشان يدرس طبيعة اهتماماتك وسلوكياتك ويقدر مثلا يرشح لك اصدقاء يكونوا شبهك. اذا مثلا شفت مقطع يعني خاص بالرياضة او بالسياسة يظهر لك نفس المقاطع دي بشكل كبير، لان ده بقى اهتمامك. اذا مثلا دخلت على موقع جوجل او امازون وتدور على منتج معين عايز تشتريه، تلاقي المنتجات دي بتظهر لك كاعلانات على موقع مثلا زي الفيسبوك او التويتر. فالاي اي هو عبارة عن عنكبوت بيمشي وراك يعني في موقع السوشيال ميديا بالاخص، بيدرس سلوكياتك واهتماماتك عشان يرشح لك كل اللي انت محتاجه. يعني مثلا موقع زي اليوتيوب او نتفليكس بيعرف انت مهتم بايه، يعني ايه سلوكياتك وطبيعة استخدامك، عشان كده يقدر يرشح لك يعني مقاطع وافلام ممكن تكون مناسبة ليك. فده استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال المواقع بشكل عام او مجال السوشيال ميديا. في مجال التأليف والكتابة الاي اي موجود بشكل كبير. يعني خلينا اقول لك ان في عام 2016 في فيلم قصير اتكتب بشكل كامل عن طريق الاي اي، فيلم اسمه ساتل سبرينج. وفي مجالات خدمة العملاء هتلاقي الاي اي او الذكاء الاصطناعي موجود بشكل كبير، يعني في شركات الاتصالات، في البنوك والشركات بصفة عامة بتلاقي في الدردشة الآلية او الرد الآلي اللي هو عبارة عن ذكاء اصطناعي. ده يعني بيوفر وقت كبير، في أسئلة بتتكرر فبتلاقي الإجابة بتاعتها موجودة على الذكاء الاصطناعي أو الدردشة الآلية. كمان بيوفر عدد الموظفين ويوفر الوقت والفلوس. الاي اي موجود في مجال السيارات والطيارات ذاتية القيادة او بتسوق نفسها بنفسها ما بتحتاجش الانسان، زي مثلا عربية جوجل او تسلا ذاتية القيادة. العربيات دي ميزتها ان بيكون متخزن عليها معلومات عن الطريق بكل تفاصيله، يعني بتقلل بنسبة كبيرة الحوادث اللي ممكن تحصل، بتضمن ان يعني نمط الاستخدام كسرعة والتزام بقواعد المرور بتكون مطبقة بشكل كبير. كمان بتدي رفاهية للإنسان. في المجال الطبي هتلاقي الاي اي موجود بشكل كبير، وبالاخص في الروبوتس اللي ممكن تقوم بدور الطبيب. يعني في بعض الروبوتس بتعمل عمليات جراحية معينة بيصعب على الأطباء عملها. يعني في مثلا روبوتس ممكن تدخل جوه جسم الإنسان تعمل عملية معينة وتطلع تاني عن طريق تحكم، يعني التحكم فيها بيكون بالذكاء الاصطناعي. في بعضه برضو استخدام للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي عن طريق التحاليل. يعني ممكن الذكاء الاصطناعي يحلل صورتك ويكتشف ان انت عندك مرض معين، يعني في بدايته مثلا او في تطور معين. ده طبعا حاجة يعني جيدة جدا، لان نقدر نكتشف المرض من تحليل الصورة. في بعض الامراض بيبقى ليها مؤشرات او اعراض معينة بتظهر على المريض من خلال الصورة، الاي اي بيقدر يحللها ويعرف انت عندك مرض معين ولا لا.
ده طبعا هيقلل التكلفة الخاصة بالعلاج، و يعني هيعلي نسبة النجاح العملية، لأن كل ما بتكتشف المرض بشكل في البداية بيكون أفضل. وعن طريق الـ AI ممكن نحلل بيانات السفر في رحلات الفضاء، ونقدر نكتشف إن في كواكب جديدة، ممكن نكتشف احتماليات وجود مياه صالحة للشرب وغيره. الـ AI باختصار هو موجود في كافة المجالات، وأنت وأنا بنستخدمه دايما وبشكل كبير. ودلوقتي تعالوا نتعرف على انواع الاي اي، واللي هو بيتقسم لجزئين رئيسيين: ماشين ليرنينج وديب ليرنينج. ونبدا الاول بالماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج ببساطه هو عباره عن جزء مشتق من الذكاء الاصطناعي، عباره عن برمجه او تطبيق موجود داخل مكنه او اداه معينه بتقوم ببعض المهام. المهام دي بتقوم بيها عن طريق الانبوت او الداتا اللي انت دخلتها وبعض الاحتمالات، فبتقدر تاخد القرار المناسب. ده ببساطه معنى الماشين ليرنينج. ومن استخدامات الماشين ليرنينج زي مثلا في الايميل، يعني يقدر يعرف الماشين ليرنينج يعرف الايميل اللي جاي لك ده هل هو ايميل ضار ولا ايميل عادي سبام، ولا ايميل انبوكس ممكن عادي تقدر تتصفحه انت مفيش خطوره منه. ممكن عن طريق الماشين ليرنينج نعرف نحلل صورة شخص ما، ونقدر نقول او يقدر نقول ان هو مصاب بمرض معين ولا لا. ده عن طريق الديتا اللي انت دخلتها والاحتمالات اللي بناء عليها بياخد قرار. ومن الامثله كمان للماشين ليرنينج ان هو بيقدر يدرس سلوكياتك، ويقدر على اساس سلوكياتك دي يعمل ايه، ياخد قرار معين بان دي اهتماماتك، فيظهر لك مثلا فيلم، يظهر لك مواضيع معينه انت مهتم بيها. ببساطه جدا وبشكل مختصر، الماشين ليرنينج هو عباره عن انبوت، مدخلات انت بتدخلها، وفي شويه احتمالات انت عرفتها له، فهو بناء عليها بياخد قرار على الاحتمالات اللي حصلت قبل كده. ودلوقتي تعالوا نتعرف على النوع الثاني للاي اي، هو الديب ليرنينج. والديب ليرنينج ببساطه هو الشكل الاكثر تعقيدا للماشين ليرنينج، وهو برضه مشتق من الذكاء الاصطناعي ومشتق من الماشين ليرنينج. لكن ببساطة الديب ليرنينج هو يعني انت بتدخل بعض المدخلات والديتا وبعض الاحتمالات اللي حصلت، وهو بقى ممكن يطور الكلام دوت، ويقدر يعرف الاحتمالات اللي حصلت واللي ما حصلتش. يعني هو يقدر يطور من نفسه، يقدر يبرمج نفسه، يقدر يوصل لحاجات معينة ما تبرمجش عليها. ده بيحاكي بشكل كبير عقل الإنسان. فالديب ليرنينج يعني بشكل كبير هو حاجة يعني معقدة جدا وخطر جدا. يعني أمثلته مثلا إن هو ممكن يقدر يقلد صوتك بشكل متناهي أنت بالظبط، ممكن يقلد صورتك وصوتك في فيديو معين عن طريق الديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو يعني حاجة معقدة جدا ويعتبر خطر كبير على البشرية. وزي ما قلنا ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون خطر جدا، خصوصا الذكاء الاصطناعي النوع الديب ليرنينج اللي بيقدر يطور نفسه ذاتيا. يعني مثلا الروبوتات والاجهزة اللي احنا بنستخدمها عشان تساعدنا ممكن تطور نفسها وتكون تسبب ضرر لينا كبير. عشان كده مثلا ايلون ماسك اقترح ان الذكاء الاصطناعي اللي هيكون موجود في المستقبل يفضل انه يكون معاه ذكاء بيولوجي، يعني يكون في عنصر بشري يتحكم فيه بشكل كبير. يعني تخيل مثلا ان احنا هنعمل روبوت حربي، الروبوت الحربي ده لازم يكون التحكم فيه عن طريق انسان. مثلا بدل ما احنا بنحط شريحه الاتصال داخل الموبايل، ممكن مثلا نحطها في جسم الانسان ونبدا ننزل التطبيقات او الابز اللي احنا محتاجينها. الكلام ده مش خيال علمي، لكن فعلا في يعني في تجارب وبدا يستخدم، لكن مش هيظهر للعلن بشكل كبير دلوقتي، لسه قدامه شويه على ما يتطور ويكون في عنصر تحكم كبير. والمهندس اللي هيدرس مجال الاي اي او الذكاء الاصطناعي ويتعلم ماشين ليرنينج وديب ليرنينج ولغات برمجه زي البايثون،
هيكون من يعني اعلى الرواتب في مجال الهندسي في المستقبل. مهندس البرمجة والروبوتس بشكل كبير هو من اهم واغلى المهندسين اللي هتكون مطلوبة في المستقبل. وممكن ترجع لفيديو عن اهم الوظائف اللي مطلوبة في المستقبل قريب باذن الله، هتلاقي اللينك الخاص بيها اسفل الفيديو الحالي. وبكده يبقى احنا انتهينا من الفيديو، اتمنى يكون فيديو مفيد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. تحياتي علي ناصر.